شيخ بعض الدعاء يردون على بعض مواضع التواصل الاجتماعي، ما رايكم في هذا الطريقه؟ يعني هذه طريقه ايش؟ انهم اذا صار في خلاف بينهم أنا أظن كنت تسأل عن طريقة التدريس. كل ترى عالم له طريقة في الدعوة، طريقة في التدريس. يعني ابن عثيمين رحمه الله تعالى مثلا لا يستطيع يختصر، صح؟ أبدا ما يستطيع. أصر على أن يختصر، ما يستطيع، صح؟ ابن باز رحمه الله ما يستطيع يطول، دائما يختصر. الله يوم كان الشيخ عندنا في جدة، الدرس بعد صلاة العشاء، الدرس بعد صلاة العشاء، احنا صلينا العشاء في المسجد الحمد لله، حضرنا الدرس نصف ساعة وانتهى الدرس مع الأسئلة. خرجنا الشباب داخلين قال وين الشيخ؟ ما جاء. قلنا الشيخ خلص روح. فكل عالم له طريقة. أكبر خلل وأكبر خطأ تعيب على العالم، لا. ولهذا تسمع أنه عند السلف كان مدرسة ابن عباس، مدرسة صحيح. فأنت لا تعيب، أعجبتك الطريقة خذ، ما أعجبتك الطريقة لا ترد، لأنه ممكن يوم من الأيام ترجع لهذه الطريقة وأنت لا تدري. فبعض الناس يقول يعني طريقة مثلا شيخنا الشيخ عبد المحسن عباد شرح كتب الستة وعلم الرجال ومتخصص في هذا، هذا فن. بعض الناس قال لا تروق لي هذه الطريقة، أريد طريقة مثلا فلان من الناس، الشيخ صالح العصيمي حفظ الله مثلا، طريقة الشيخ صالح العصيمي شرح مختصر للمتون، لماذا؟ حتى الطلاب يضبطوا ويعرفوا هذه الطريقة، هذه طريقة، هذه طريقة، ما عجبتك هذه الطريقة، لكن لا ترد، يعني لا تجي تفلسف بالعربي وتقول والله هذه الطريقة ما من أنت يا أخي؟ هذه الطريقة سار عليها بعض السلف، وهذه الطريقة سار عليها بعض السلف، أنت من أنت حتى تصحح وتقول هذه الطريقة ما تصلح وكذا؟ لا، أعجبك الحمد لله، ما أعجبك لا تتكلم، خذ بالطريقة الثانية. يعني الآن الشيخ خالد مثلا قال أنا دخلت في جامعة كذا، ليش؟ قال والله هذه الجامعة سهلة لي، قريبة للبيت وكذا. هذا قال يا أخي الجامعة ذي ما تصلح، قال ما تصلح لك أنت، روح الجامعة الثانية، أنت بالخيار بين هذه الجامعة وبين هذه، هذه تعطي شهادة وهذه تعطي شهادة، هذا أركب لكزس الآن وهذا أركب كامري عبد العزيز روح. صحيح هو يريد هذا، خلاص ما لك علاقة أنت فيه، الله حسيبه على هذا.